مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، خبز خالي من الجلوتين. يلا الوصفة. 1 كوب بذور الكتان، 125 جرام، بنطحنه ناعم مثل هيك لازم يكون. 2 كوب دقيق الأرز، 250 جرام، سأوضع طريقة دقيق الأرز تحت في صندوق الوصف إذا بدكم تعملوا طريقة دقيق الأرز. نصف معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكربونات الصودا. يمكن عجن العجنة باليد أو بمحضرة الطعام، إذا كانت باليد يجب عجنها جيد جدا باليد، ولكن أنا حعملها محضرة الطعام أسهل لي. 1 كوب ماء ساخن، 240 جرام، وبنضيف معلقة كبيرة خل، نفس الكوب المستخدم، وبنطحن المكونات جيد، يعني نطحنها جيد حتى تتماسك مثل هيك، لازم تكون متماسكة العجنة. شايفين كيف؟ كتير روعة. يمكن خبزها في مقلاة أو بالفرن أو أي وسيلة متاحة عندكم، ممكن تخبزوها بأي طريقة، يعني فيها مرونة جدا. ممكن نشكلها بالشكل اللي احنا بدنا اياه، بنعملها بشكل عشوائي أو بصحن أو بكوب، الموضوع كتير سهل. سأوضع جميع المكونات تحت في صندوق الوصف. فيها مرونة كتير. بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 220 درجة مئوية، نوضعها بالرف الأوسط لمدة 10 دقائق، يجب مراقبتها، يختلف من فرن لفرن. هيك أصبحت جاهزة، يفضل نتركها حتى تبرد تماما، ولكن أنا حفرجيكم كيف شكلها من الداخل. هو خالي من الجلوتين، هو غير متماسك مثل الخبز العادي الأبيض. نتيجة كتير روعة للناس اللي عندهم مشاكل في الجلوتين. ملاحظة، يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة ومن كل الوصفات والمكونات بشكل عام تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. شايفين كيف كتير هو روعة. أتمنى تكتب لي رأيكم تحت في التعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب منشان يوصلكم كل جديد. اسم القناة شيف نائل. في أمان الله.